إليك قائمة أغرب 5 أنظمة في العالم في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد. في المرتبة 5، العراق. منذ بدأ انتشار فيروس كورونا وكثيرون من العراقيين خاصة المراجع الدينية منهم تحدوا الفيروس وكأنه أحد أعداء آل البيت عليهم السلام، وصوروا لأتباعهم أن الحل الأمثل للتعامل مع كورونا هو زيارة المراقد بتجمعات كبيرة وجعل الفيروس وجها لوجه مع الأئمة الحسين وعلي رضي الله عنهما، وهما سيتكفلان بالتصدي له. من كل مرض حدر شفاني بعطفه، قرانا لو بي ازوره واشفى، العلم علي ما ينتلي المستشفى. في المرتبة 4، ايران. تعتبر الجمهورية الإسلامية في إيران واحدة من أكثر البلدان احتضانا لفيروس كورونا، حيث سجلت إصابات مرتفعة وحالات وفيات عديدة، ومع ذلك تصر الحكومة الإيرانية على التعامل مع انتشار المرض كأنه مؤامرة غربية على شعبها، وأن العقوبات الدولية على النظام الإيراني هي من تقف وراء تفشي الكورونا، وأن التصدي لها يكون بالولاء والانتماء لنظام ولاية الفقيه والمرشد أكثر، وبث الشعارات التي ما زالت تنادي بالموت لأمريكا والفناء لإسرائيل بينما يفتك الفيروس بأجساد الإيرانيين. حسين صاحب معجزة وحب أعظم جائزة، لا يجل هذا العزاء الخاف من كورونا. في المرتبة 3، روسيا. الحجر 15 يوما باختياركم أو السجن 5 سنوات. فلم يجد النظام الروسي وسيلة للحد من انتشار الكورونا في بلاده سوى استخدام لعبته المفضلة اعتقال من لا يستجيب. وأكثر من ذلك، نشرت أخبار أن السلطات الروسية سمحت لحيوانات مفترسة بالتجول في شوارع المدن الروسية كي تمنع السكان من الخروج من منازلهم، سياسة جعلت طريقة تعامل النظام الروسي مع أزمة كورونا من الأغرب في العالم. في المرتبة 2، كوريا الشمالية. في كوريا الشمالية وتحت حكم كيم تسجل حالة مصابة بفيروس كورونا، وبعد ساعة تختفي هذه الحالة. هكذا يتداول أخبار انتشار الوباء في كوريا الشمالية، فالدولة المجاورة للصين وكوريا الجنوبية واللتان ينتشر فيهما الفيروس بغزارة لم تسجل حتى الآن أي إصابة لأحد من مواطنيها، فالزعيم الكوري الشمالي لن يسمح بانتشاره، وأي مواطن ينتقل له الفيروس سيموت وليس أمامه أي خيار آخر، الأمر الذي جعل كوريا الشمالية خارج حسابات الدول التي ينتشر فيها الكورونا. في المرتبة 1، سوريا. في حين أن معظم دول العالم تسابقت لإعلان حجم تفشي الفيروس على أراضيها والإجراءات التي اتبعتها لمقاومة الوباء، إلا أن نظام الأسد في سوريا الذي سارع لإعلان إجراءات الوقاية دون إعلان عن أي إصابة بالفيروس، الأمر الذي أثار استغراب الجميع، فجميع الدول المجاورة لسوريا سجلت حالات إصابة بالفيروس، علاوة على أن مناطق النظام السوري تعد مرتعا لميليشيات إيران التي تعتبر معقلا لانتشار الكورونا وتفشيه. ومع ذلك فلسان حال النظام أين هو الفيروس نحن لا نراه، فسياسة النظام في التعامل مع الوباء تماما كتعامله يوما ما مع المظاهرات التي اندلعت للمطالبة برحيله، التجاهل والإنكار وكأن شيئا لم يكن. ليس هذا فحسب ما أعطى امتيازا لنظام الأسد وحكومته، إنما أيضا وسائل إعلامه التي تعلن عن تجهيز أماكن للحجر والعزل للمصابين وعن رش وتعقيم للشوارع والمركبات منذ انتشار أخبار الوباء دون أن تسجل أي إصابة بالفيروس، ليظهر وزير الصحة السوري في مساء مظلم سطع فيه ضوء القمر ويعلن عن إصابة يتيمة أتت بعد طول انتظار، وقال إنها لفتاة قادمة من الخارج، أنباء قالت إنها من لبنان وأخرى من إيران. أخبرنا مخابر الصحة العامة بظهور أول حالة إصابة لفيروس كورونا في سوريا. وفي نظرة للأماكن التي جهزها النظام وطرق التعقيم، لا شك أن المواطن السوري سيفضل الإصابة على تسليم نفسه،
وربما الفيروس نفسه كان سيفضل عدم القدوم لسوريا بعد رؤية التجهيزات والتحضيرات الأقرب للمعتقل منها لغرف عزل وحجر صحي، أمر وضع حكومة الأسد في مقدمة الأنظمة والحكومات التي تعاملت بغرابة مع الوباء المستجد.